ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك اهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشرهان. أشكال على ألوان، مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان. وهي الدنيا ناس غير إيه؟ ميك اب، روش، فستان، سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. تعلن شركة مصر للطيران عن وصول رحلة البحرين اللي عليها أحلى عروسين. وسع 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 وسع، اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا، العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا، نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكة حديد مصرية عرسنا مية مية، سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. يا عم قول وأنا أقول، يا عم رش الكور، يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الفوز. احنا بتوع المزامير واكتر من كده بكتير، احنا بتوع المزامير واكتر من كده بكتير، احنا فريق الفوتواوا فوتواوا، احنا فريق الفوتواوا. للي حبيبتي معقوله جايه تسميني؟ بليز ابعد عني، انا مش مصدقه. انت ازاي مش مستخبي؟ ازاي مش مكسوف؟ انت عازم قرايبنا؟ عايزين الناس معاك في الشغل. ميلي في ايه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقه، وبعدين انا شايف ان ده حقها. كسر حقها، كسر حقها. هو ايه حقها ده اصلا؟ حقها ده، حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير، يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك. تؤذى فيها، تؤذى فيها دلوقتي، يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي، انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you، لو انت مش خايف على مستقبلك، خايف على مستقبلي انا، خايف عليا، من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي، حاضر، بس انت اوفر قوي، الموضوع ابسط من كده كتير قوي. دي لو هتعدي اسف.
وسع 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 اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وصلت عروستنا الأمورة اللي عايزة لها مليون صورة، يلا نعمل لها أحلى شبورة. واديني يا ابني الزين والزينة. أكيد جات يا جدعان. ده هاكل منك حته. مأجرة منين؟ مأجرة ايه؟ انا مفصلة طبعا. مفصلة منين؟ ده انا رحت مخصوص للترزي بتاع استاذتي وملهمتي غدا ابراهيم عشان يعملهولي، وقلت له ان انا عايزاه موف غامق عشان الاحداث. احداث ايه؟ ما اعرفش، هي دايما بتقول كده في اي احداث. سلموا سلموا. دلوقتي لحبايبنا اللي مشرفينا فكرة الكليب. الكليب ده اهداء لخالتي صباح. خالتي صباح اللي على طول بتقل مني وبتهني مع انها مني، بس معلش
انا جلدي تخين وبستحمل، وجه الوقت يا خالتي اللي تعرفي فيه ان هاني الدبدوب فنان موهوب. وعقبال ليلتنا يا شوشو، العب يا ابن الكلاب. شفتني وانا عصفوره يا سعد؟ ايوه. واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا. على قد ما شفت وعشت ايه، جربت اكتر من اللي نفسي فيه. بجد الفيديو ده كارثه، أكتر من زلزال 92 وتسونامي تايلاند وقنبلة هيروشيما. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولك. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة. بنشكر حبايبنا اللي مشرفينا ومنورينا، وكنت متاكد ان اللي بيتعمل من القلب بيوصل للقلب. ولعها يا ابني. حران زهقان زهقان طهران، ابعت نسوه مشوار اليونان، والكعبك بتطب والنسوان بتطب، الكعبك بتطب والنسوان بتطب. انت يا ست بكيه ابنك شغال حكيها، انت يا ست بكيه ابنك شغال حكيها. خد الكلام على خد الكلام على طول، خد الكلام على دي تفهمنا بالقصور، تفهمنا بالقصور. رمضان ابو العالمين خرج وخد سطرين. يا سمير يلا اعمل هما، الناس جعانه. ايه يا هاني المنظر ده؟ مش كنت عملت البوفيه اوبن؟ اوبن ايه يا بنتي؟ اوبن يعني مشاكل، يعني خناقات، يعني هتخرجي بطبقك وست غرز في راسك. لا برضك الناس تتريق علينا كده. تريقوا علينا ليه؟ يا بنتي انت مش فاهمه، كل علبه فيها سندوتشين جبنه رومي وسندوتش لانشون وكان زايه، ده غير بقى علبه الحلو. ايه ده في لانشون؟ أه؟ طب ما تقول كده، ارجع لي يا ابني بالصينيه دي، طلع لي بقى كل سندوتشات اللانشون اللي في العلب، عبيها لي في اكياس وانا هوزعها بمعرفتي. واي حد هياخد لانشون ولا ايه؟ محدش فاهم حاجه. الاكل عجبكم؟ بالهنا والشفا. خدت لانشون يا حاج؟ لانشون؟ ايه هو اللانشون ده يا بنتي؟ اللانشون يا حاج اللي هو بيبقى مدور كده واحمر، اللحمه يا حاج. لحمه؟ اه. لو في صالح حكي؟ لا في الصالح يا حاج طبعا. اتفضل اتفضل بالهنا والشفا. اتفضل يا مستر منير، انا عاده بدي كل واحد سندوتش لانشون، حضرتك اتنين. ايه بقى ايه الحاجات دي؟ انا ناس شريهان، انا ما باكلش. ماما كانت منع اي لحوم مصنعه تدخل البيت، علشان كده انا ماشي باللانش بوكس بتاعي. طب ليه حضرتك؟ ده لانشون صلاح وعبد الفتاح. مشكله اسامي يا ناس شريهان، دي وصيه لازم تحترم. كانت عايزاني ما تخنش. الله يرحمها الست الوالده، حافظت عليك من فوق وطنشت من تحت. اتفضلي يا ماما ست، اتفضلي بالهنا والشفا. يلا بتي يا نيلي، انا ما بطلعش اللانشون ده الا للغالي، خدي انت وصاحبتك سوا. شكرا، مش عايزه منك لانشون. وصاحبتي على فكره اسمها سو. ايه يا بنت التناكه بتاعتك دي بفستانك الاحمر ده؟ قسما بالله الفنانه بوسي لما عملت مارلين مونوكات احلى منك. دوبي 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 دوبي، انت سمعتي بتقولي ايه؟ دي فكره ان احنا في حفله تنكريه. يا نالي ايوه، بس انا كان فعلا نفسي في لانشن. سو انت بقيتي زيهم؟ بصي شايفه الست اللي بترقص فوق الترابيزه هناك دي؟ اطلعي ارقصي زيها كده فوق الترابيزه وعملي بطنك كده وقولي عايزه لانشن، عايزه لانشن، اديني رمضان. انا قلت عايزه لانشن. ما
ماما ميني ما تاكليش الساندويتش. نيان خذي هذا الساندويتش ما تخليهاش تاكله. الحلو يجيب الحلو. بس بقى هتلزقني. انا ما اكلتش يعني حتى ده. يا ميت هتدخل الفلوس دي بكره في حسابي في البنك باي طريقه كانت يا اخي. لا ده وقته. مساء الخير. كيف؟ من فضلك بلاقيش الشاحن بتاع الموبايل عند حضرتك. وريني فيه. اه عندي. تعالى شيلهولي. طب انا افتكرت انا معايا تقريبا واحد في العربيه. ما انت مش عايز شاحن خمس دقايق عشان شيلهولك ما تقلقش. عند حضرتك شاحن؟ عندي اه. لما دخلت الفرح لقيت كل الموجودين بهوات، حتى العيال الصيع والشمامين بهوات. حضرات السادة البهوات، معنا ومعكم نجم الأغنية الشعبية ونجم الموال في الوطن العربي، اللي ولا واحد ولا مية يقدروا ينافسوه، اللي ولا 1500 يقدروا يهزوه. المطرب الوحيد اللي دعا إلى السلام وقال السلام عليكم. المطرب الوحيد لما يغني والدنيا برد تلاقيها نار النار النار. المطرب الوحيد اللي سأل على عم سلامة في شدته. معنا ومعكم نجم الأغنية الشعبية. بشرى لكل العيانين. جبنا لكم حكيم. شاب ولا إنسان ولا جان قمر 14 والله ربنا هيحسبك على الحلفة اللي لالمت وكلامي قلت آه يا بخت يا رب وعيدنا زغل عيوننا شقلت كياننا على قلب سحر ده ياخدنا سقفونا خلوا اليوم ده يعدي بالسلام اسفين يا عرسنا احنا بنضحك مش قاصدين حد بنهزر وياك من الفرحة لا انا فعلا بتكلم جد الليلة ليلت وكلامي قلت اه يا بخت يا رب وعدنا زغل العيوننا شقلب كياننا على فين بسحر ده ياخدنا ازاي تاخدي مني المايك وانا بغني؟ انت مجنونه يا بنت انت وانا خدت منك المايك ولا انت؟ ايوه عشان تطلعي تتلزقي في الراجل انت والبتاع بتاعك ده. انت حبيبتي نتلزق فيه ده انت مخالتي كده.
اللي انت بتقولي لهم يعرفكوش يا جماعه. خلاص قلنا صلوا على النبي خلوا الليله دي تعدي على خير بقى، والنبي انتوا بقيتوا قرايب ونسايب في بعض. استاذ حكيم من فضلك مالكش دعوه بالناس دي لانها زهقتني في حياتي، وانا اسفه قوي ان خدت منك المايك في الاغنيه، بس كنت عايزاك تعرف الحقيقه. ايوه بس ما كانش في داعي للنمر اللي انت عملتها قدام الناس دي. حضرتك مش فاهم هما بيعملوا فيا ايه. ما بس مش... بقى يا بنت انت هتحكي له قصه حياتك، الراجل مش فاضي. اخرسي بقى، فضحتونا فضحتونا. مش ممكن استاذ حكيم، مش عايزين نعطلك، اكيد عندك افراح وحفلات وكده. يا أمورة اتفضل فين؟ استاذ حكيم جاي يقعد معانا لحد الصبح عشان هو نجم شعبي، يعني مننا احنا مش منكم انتوا. ده مغني عالمي غنى مع جيمس براون. ايه اللي بتقوليه ده يا استاذ حكيم؟ ما عرفش الاشكال دي خالص. والله هتلاقيه جه عشان انت رحت مسحتوا له البيت انتوا الاثنين. ما تلمي نفسك يا بنت انت، هاني ده اكبر نبطش متعهد حفلات فيك يا مصر. اساسا استاذ حكيم جه عشان بابايا انا. هو ده بابا؟ ايوه بابا. يا بابا يا بابا بابا 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 يا بابا. الناس بتزيد معاه، مش ممكن يعني بجد. انتي بتعملي ايه يا ولية؟ مش انا اللي بعمل، ده هو اللي بيعمل. هو وانتي بتهببه ايه؟ الواد كان محظور وعايز يشخ، والكنيف عندكم مشغول، يصير ورا المسرح ولا يصير هنا في المية؟ انتي بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه منك حاجه. بس يا حبيبي كفايه، ايه كل الميه دي؟ هو شارب ايه؟ اشرب ايه يعني؟ شارب ازازتين بير. اطلعوا بره بره البيت خالص، يلا بره. ماشي يا اختي ماشي. يلا امشي. يلا يا ابني يلا امشي بقى. يلا يعني اولع في البول ولا اولع في البيت ولا اولع في نفسي؟ ربنا يسامحك يا بابي، يا رب الزفته دي تعدك بالليل. نيلي انكل سليم تعالي. ايه ده حضرتك عامل كده ليه؟ واحد انتهز ان الموبايل بتاعي فصل شحن، جابني هنا وقلبني، سرق كل حاجه، محفظه، موبايل، ساعه، كل حاجه. واحد منين؟ من الشارع؟ من هنا. من دول؟ معلش انكل، ام فيري سوري، مش عارفه اقول لحضرتك ايه. طب تعالى اجيب لك حاجه تلبسها. يا ريت والنبي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده يا بنت عمي؟ طب اقفي في ديره ولا حاجه، استري على نفسك. وبعدين مين ده؟ مدير البحر؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ اتجننتي ايه يا حبيبتي؟ انت عايزيني اكدب عينيا؟ واقفه مع راجل غريب في الزنقور بمنظره ده هتكونوا بتعملوا ايه يعني؟ بتلعبوا استيميشن؟ يمكن كان بيعلمها فنون القتال. بس يا متخلف انت وهي، ده انكل سليم قريبنا وواحد من الزباله اللي انتوا عازمينهم هو اللي عمل فيه كده وسرقه. لا حاسبي على كلامك يا حبيبتي وفرملي عندك، احنا ما نعرفش ناس زباله، وبعدين احنا شعرفنا، ما يمكن هو جاي الفرح مهوي على نفسه كده. جاي فرح مهوي ازاي؟ هو جربوع زيكم. ما تلمي نفسك يا حبيبتي، احنا ما نعرفش جرابيع، الناس اللي جوه دول اشرف منك واشرف من اللي تعرفيهم كلهم، على الاقل جايين بملبسهم. خلاص اهدي يا شوشو اهدي، خلاص يا استاذه نيلي احنا هنحل الموضوع ده. هوت بقول لك ايه، مش يمكن يكون الواد ايمن قرده هو اللي عمل الحوار ده؟ هو انت عزمت ايمن قرده؟ انا اضطريت غصب عني، ده مثبتني انا مرتين يا هاني. طب هنجيبه منين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ يا اما في بيتهم يا اما في شارع عبد العزيز بيفور الحاجه اللي معاه. ما تقلقش يا حاج، حاجتك عندي انا هجيبها لك. حاجه ايه اللي هتجيبها له؟ انا هحبسكم كلكم. الحق عليا ان احنا عايزين نساعدكم. تساعدوا مين يا حراميه يا باور؟ باور ايه؟ نور يا ابله. Whatever. انا هكلم البوليس حالا عشان يجي يقبض عليكم. اعملي اللي انت عايزاه، انت هتقرفينا. الو بوليس، ممكن اعمل اوردر لو سمحت؟ عايزه ابلغ عن سرقه في فيلا عبد الله مكاوي. نهار اسود. هاي حضرت الظابط، ايه السيرفيس التحفه دي؟ انا لسه قافله حالا، جيت بسرعه قوي. لو سمحت انا عايزك تقبض لي على دي ودي والولد ده، اسمه هاني الارنوب. ارنوب ده ايه؟ دبدوب يا باشا. هو ايه اللي قبض على دي ودي ودي؟ لا يا باشا، انا اللي عايزه ابلغ عن البت دي، قفشتها في وضع مخل مع راجل، هتلاقيه متلقح هناك كده في دروه بملابسه التحتانيه. ايه الادب بتاعتك دي يا مجنونه؟ ده انكل سليم. يلا يا ساعه يا بتاعت انكل سليم. بس بس
بلاش كلام فارغ. انت عبد الله مكاوي؟ ايوه. انا معايا امر بالقبض عليك، اتفضل معايا. ليه؟ دي مراتي. انا مالي بمراتك؟ انت شركتك تملك باخره كانت طالعه من ايطاليا للصين؟ ايوه. اتفضل معايا عشان الباخره دي غرقت. طب وانا مالي يا فندم؟ وانا اللي سوقتها؟ لا، احنا مسكنا السواق. اتفضل. لا 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 يا لهوي يا خالد. اتفضل. طب لو سمحت يعني ممكن اكلم اللوير بتاعه بس يجي الاول؟ يا باشا الدعاري. يا لهوي بس بقى. هاي ويسو، ام فاين الحمد لله. مفيش مركب من بتوعنا غرقت في اوشن وعليها بضاعه كتير قوي، فالشركات اصحاب البضاعه هم اللي قدموا بلاغ في بابي. واضح ان في ناس وشهم حلوه قوي علينا. طب اديها بالجزمه دي ولا اعمل فيها ايه؟ يا خالتي استني بس، ما هي عندها حق الصراحه، ده احنا قدمنا محني، ده احنا جبنا ده غير راجل، ده من يوم ما عرفنا وهو ما بين المستشفيات واللي اقسامه هيسجن اهو. طب اخرسي بقى، اخرسي بقى واسكتي وتنجلي على عيني. قالوا لنا انه هيخرج بعد شويه. بس قالوا لنا هيخرج بكفوله، ده نوع من انواع العقاب؟ كفاله؟ اوكي، ايه الكفاله دي؟ ندفع. تعبته. اقفل يا سود دلوقتي، باي. طب يا عبد الله بيه، اسيبك انا اروح الحمام وبكره الصبح نتقابل ان شاء الله. وانت تستنى في الحمام لغايه بكره يا منير؟ يا دوب يا عبد الله بيه. بنوي. بنوي. جوزي حبيبي، الحمد لله على السلامه يا سعادته. الله يسلمك. شده وتزول يا عمو. شكرا يا بنتي. بابي طلق الست دي دلوقتي حالا، دي وشها وحش قوي عليك من اول يوم المركب غرقت، امال بعد 2 ويكس هتعملي فينا ايه؟ اوعى تصدقها يا سي عبدو، ده انا وشي حلو قوي. اوعى يا اخويا تطلقني، ده انا ادمي حلو، هي بس اللي من نفسنا مني شويه. انا ايه؟ ايوه من نفسنا مني، من ساعه ما شفتيني لابسه فستان الفرح وانتي مش طايقه نفسي. بس 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 بفستانك ده اسكتي خالص. اسكتي خالص؟ بقول لك ايه يا بت انتي، انا خلقي في مناخيري ومش مستحمله ومش ناقصاكي، كفايه البتاع ده طايق على نفسي. ما هو طايق على نفسنا كلنا، انتي اللي مش متعوده. انتي مش عارفك يا بنت، انتي كانت متعوده ومش متعوده. اسكتي يا ملزقه يا متفتفه. ايه ده؟ ما تقوليش ملزقه يا متفتفه. صحي النضيف. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا مش مصدق. هاو صباح، انا تعبان. سلامتك يا حبيبي. طب اروح. يلا يا اخوي، حط ايدك في ايدي كده. بس كان نفسي نتزف الاول يعني يا سي عبده. مش مهم، ما تسمعيني زغروطه يا بت. ريحتهم رهيبه.